استيقظ يا سيد تلميخ، استيقظ يا ديمسيوس يومانيس، استيقظ. لا أدري لما أشعر بهذا التعب. لما أنا هكذا؟ أشعر بألم في رجلي. كم لعبنا من الوقت لنشعر بهذا التعب. انظر يا مارتينوس، أنطونيوس، انظر إلى الخارج. أخ، لا أدري لما أجد صعوبة في السير. كم تغير المكان هنا، انظر إلى الصخور. يا للعجب، ما الذي حدث؟ ماذا حصل؟ ما هذه الصخور؟ ما الذي جاء بها؟ لم تكن موجودة عندما أتينا في الصباح. هل من الممكن أننا لم ننتبه إليها؟ لندخل الكهف، لندخل. لقد تغير كل شيء خارج الكهف. لقد غطت الصخور والأعشاب مدخل الكهف. ألم تنم يا كاميتيريو؟ أما زلت متألما من الحجر الذي رميتك به؟ ترى كم لبثنا باعتقادك؟ لقد انقضى نصف النهار، ولكن لا أتصور أننا نمنا أكثر من نصف يوم. لكنني أشعر أننا نمنا أكثر من ذلك. لعلنا نمنا يوما كاملا ونحن لا نشعر. لا أدري، إن ساعتين أو ثلاثة من النوم لا تجعلنا نشعر هكذا بالجوع. ألستم جائعين؟ بلى، لم أشعر بالجوع لحد الآن إلى هذه الدرجة. لقد نمت ما فيه الكفاية يا كاميتيريو، أليس كذلك؟ عندما أتينا لم تكن هذه الصخور ولا هذه الأعشاب. نعم صحيح يا صاحب الفخامة، وأنا أيضا لم أرها. أنا أعتقد أننا نمنا هنا لمدة طويلة، فكل شيء قد تغير. مدة طويلة؟ ماذا تقصد؟ الله أعلم كم لبثنا هنا. ما هذا التراب العالق برأسي ووجهي؟ إنني أتعجب، لقد جئت مرارا إلى هنا ولم تكن هذه الصخور موجودة. أيها الأصحاب، كيف نستطيع أن ندفع الجوع؟ ليتنا جئنا بمقدار أكبر من الزاد. على أي حال الخروج من الكهف فيه خطورة. سأذهب أنا، سأذهب إلى الرقيم وأجلب شيئا من الطعام. حسنا، ولكن لعل الجنود يكونون قد وصلوا إلى هنا. كن حذرا يا أنطونيوس. أنطونيوس خذ. نعم.
آمل أن لا يلفت انتباههم مقدار الطعام الذي ستشتريه. لا تقلقوا أبدا، سأعود بسرعة، رعاكم الله. كن حذرا يا أنطونيوس، كن حذرا. نعم. تعال يا كاميتيريو. لا أدري لما أشعر بالقلق، أرجو أن لا يعتري أنطونيوس مكروه. قلقك في محله، أنا أرى كل شيء قد تغير. آمل أن لا يهدده أي خطر. أيها الأصدقاء، علينا أن ننتظر أنطونيوس لحينما يعود. تعال يا كاميتيريو، اتبعني. ما هذا؟ ما الذي حدث؟ قرية الرقيم، قرية الرقيم دمرت في ليلة واحدة. يا للعجب، أمر عجيب يا كاميتيريو. تعال يا كاميتيريو، اتبعني. لا لا، يا أصحاب الفخامة، يا أصحاب الفخامة، قرية الرقيم لقد دمرت، قرية الرقيم وباتت مهجورة. أتعي ما تقول؟ لقد رأيتها بعيني. ماذا؟ لنذهب. تعال. هناك، أترون؟ صحيح ما تقول. نعم. إن تلك القرية تبدو مهجورة. نعم. لا يرى فيها أي أحد. القرية خربة بالكامل. لقد رأيتها عن قرب، لم يكن فيها أي أحد، كأنها مدينة أشباح، كل أسوارها وبيوتها خربة ومهجورة. يعني ما الذي حصل؟ من الذي فعل هذا بالقرية؟ من يدري، لعلها من عمل جنود ديوكليتيانوس. ولما يفعلون ذلك؟ لعلهم لاحقون إلى هنا، وعندما لم يعثروا علينا عمدوا إلى إيذاء الناس وتعذيبهم وتدمير بيوتهم. لو كان أحد قد رآنا وأخبر الجنود لما دمروا القرية. بالتأكيد هناك أمر آخر قد وقع. بالتأكيد هناك أمر آخر قد وقع، ولكن ما هو هذا الأمر؟ الله أعلم.
الحوادث ملتبسة وكل شيء ليس على وضعه. كل شيء ليس على سابق عهده سوى الجوع، كيف سنسده؟ أيها الأصدقاء، من يحمل قليلا من النقود؟ معي قطعة نقود واحدة يا صاحب الفخامة. يبدو أن أنطونيوس أغنى منا جميعا. حسنا، من أين نأتي بالطعام؟ أن فيلادلفيا بلدة مزدحمة ويمكن التستر في زحامها وشراء الطعام والعودة. لكن هذه مجازفة خطيرة. لا سبيل أمامنا، وإلا فسنهلك جوعا يا أصحابي. ولكن لو دخل أحدنا المدينة فسيعتقلونه فورا. أنا سأذهب إذ لا يعرفني أحد. أتدري من أين تشتري طعاما أزكى وأطهر؟ فهذا مهم جدا، لا ينبغي أن نشتري الطعام من الوثنيين والمشركين. لا أدري من أين أشتري طعاما أزكى وأطهر. حسنا، سأذهب بنفسي. يا صاحب الفخامة، إنك تترأس هذه المجموعة وعليك إرشادها عند تعرضها للخطر. حقا ما يقول، لو تسمح لي سأذهب أنا. كلا، مع أنه مجازفة فلا سبيل لدينا، سأذهب. كن حذرا جدا كي لا يعرفوك. حسنا. سنكون قلقين عليك يا صاحب الفخامة، عد بسرعة. سأحاول العودة قبل حلول الظلام، وإلا سأضطر للمبيت في المدينة. وإن تأخرت فاعلموا أنني قد اعتقلت، واطمئنوا بأنني لن أبوح لهم بشيء عنكم. بإمكانكم البقاء هنا، رعاكم الله. يحفظك الله ورعاك. دمت في رعاية الله وحفظه يا صاحب الفخامة، حفظك الله. أليس بالإمكان أن يذهب أحدنا بدلا عنك إلى المدينة؟ انتبه لنفسك. حفظك الله، انتبه لنفسك. لم أره حتى الآن، لعلي أخطأت الطريق. لا، إنه هو، لقد مررنا من هذا الطريق إلى الكهف، ولكن لم تكن هذه الشجرة موجودة. أستجير بك يا رب. خرائب تعود لمئات السنين وليس لليلة واحدة.
لم تكن هنا غابة من قبل. متى نمت هذه الأشجار؟ إنه نفس الطريق. ملابسهم غريبة. من هذا تحرك أيها الحصان، تحرك تحرك تحرك. أتريد مساعدة؟ جزاك الله خيرا. لا أدري لما لم أنتبه لهذه الحفرة العميقة. الله، وهل إنك مسيحي أيضا؟ نعم، وهل في ذلك عيب؟ لا أبدا، حسن جدا. أنا أساعدك واسحب أنت اللجام. تحرك يا حيوان، تحرك تحرك. هيا، لم يبقى شيء. تحرك، لم يبقى شيء. تحرك تحرك. هيا، أشكرك لمساعدتك. لا داعي للشكر، كان من واجبي مساعدة أخي في الدين. رعاك الله. حفظك الله. ليست هذه بوابة فيلادلفيا؟ لما أصبحت بهذا الشكل؟ يجب أن أكون حذرا، لو شاهدني الجنود سيعتقلونني. ما هذه الشجرة؟ تلك العلامات الموجودة فوق البوابات، ماذا يمكن أن تعني؟ لم يكن لها وجود بالأمس. أستجير بك يا رب. أخي معذرة، ما اسم هذه المدينة؟ من ظاهرك يبدو أنك رجل غريب. هذه فيلادلفيا، فيلادلفيا. فيلادلفيا؟ لكن هذه المدينة لم تكن هكذا. معبد زانوس، بوابة المدينة. إلهي، ما الذي فعلته بنا؟
لقد أعطيتك حقك من المال كاملا. إنك تكذب يا فتاة. أعطيتك كل المال. انتظروا انتظروا لأرى ماذا حدث، لأي سبب تتشاجران؟ أعطيته حقه من المال. إنه يكذب، لم يعطني. أعرف كم لدي من المال ولست مخطئا. أعطيتك حقك من المال. لم يعطني. أعطيتك. نعم لم يعطني. أقسم بعيسى المسيح أعطيتك كل المال. أقسم بمريم العذراء أنك لم تعطني ثمنه. أقسم بعيسى المسيح. أقسم بعيسى المسيح. أقسم. لا تكذب يا فتاة. إنه لا يعطني شيئا. ولا يتهم أحدكم الآخر. لعلك نسيته في مكان آخر. أقسم بعيسى أنك لم تعطني أي مال. أقسم بعيسى المسيح أعطاك. لا تقسم كذبا. ماذا أسمع يا عيسى ابن مريم؟ أنهم يذكرون اسمك بدون أي خوف، بما أنهم مسيحيون والجنود بعيدون عن هذا المكان، تجرأوا وذكروا اسم المسيح. أستجير بك يا رب. ليس هناك جنة ولا نار، فالجنة هي كناية عن الراحة التي يحصل عليها الإنسان المعذب بعد موته. كيف يمكن للأجساد البالية أن تعود إليها الحياة وتدب فيها الروح؟ كيف يمكن ذلك؟ كيف يقبل الإنسان ذلك؟ وإذا كان هناك بينكم من يستطيع الرد علي بأدلة مقنعة ومنطقية، فأنا مستعد لمناقشته. واطمئنوا بأنه لا يوجد هناك أحد قادر على الوقوف أمام الأدلة العقلية. أقسم لكم بآلهتي وأقسم بإلهكم إنه ليس هناك معاد، ولن تعود الحياة لأحد بعد الموت. عجبا، إنك تدعي اليقين بعدم وجود شيء لم تره. وكيف ذلك؟ هل بإمكانك أن تقسم على أن حورية البحر لا يمكن العثور عليها في كل البحار؟ يمكنني أن أقسم على أنه لم يرى أحد لحد الآن مثل هذا الشيء. بدون شك إنه شيء خيالي. أجب على سؤاله، هل تستطيع القسم على أنه لا وجود لحورية البحر؟ كلا، إذ إنني لم أرى كل البحار، ولكن لم يستطع أحد إثبات وجودها. وهل عدت أنت من عالم آخر؟ كلا، إنني أنفي وجود العالم الآخر. إذن أنت لم تعد من العالم الآخر. وهل التقيت بمسافر زار أو قدم من العالم الآخر؟ كلا، لا أظن أن أحدا جاء من هناك، ولا أظن أن هناك أحد شاهده. إنك أقسمت بشكل جعلني أظن أنك إما أن تكون قدمت ورأيت أنه لا شيء بعد الموت، أو إنك تتكلم نقلا عن ميت عادت له الحياة. أنا على يقين من أن أجساد الموتى لن تعود لها الحياة، ألا يكفي هذا؟ قل نحن لم نرى أمواتا عادت لهم الحياة، وإلا فلقد أحيا الكثير من الأنبياء الموتى بإذن الله تعالى. كيف أصدق أشياء لم أرها بعيني؟ أتظن أن على الله أن يحيي الموتى لكل إنسان كي يصدق بيوم القيامة؟ معجزة واحدة كافية لتصديق ذلك لكل العصور والأزمنة، وإن لم يشاءوا تصديقها فلا يصدقوا حتى لو رأوا ذلك بأعينهم، كما حدث في عهد عيسى عندما اعتبر البعض إحياءه للموتى نوعا من السحر. أنا لست أحمق كي أصدق شيئاً لم أره. إذن لا تصدق بعقلك أيضاً، إذ لا يمكن رؤيته.
احسنت يا سيدي، لقد اسبقك الرب فيه. لو تسلل الشك بالقيامه الى كل النفوس لعم الكفر كل مكان. ماذا تفعلان هنا؟ اذهبا، هيا اذهبا. إنه ينطق كفرا. تعال تعال واسمعه، إنه هناك، إنه هناك، هناك. تنحوا جانبا، إنه هناك. تنحوا جانبا، تنحوا، تعال هنا. تعال يا هذا، هيا تعال معنا، هيا. أي تهمة تلقي القبض علي؟ اتركاني. ما الأمر؟ هذا الرجل كان يدعو للوثنية. يجب أن يحاكم أمام الجميع. دعوا الناس يدخلوا. ما الذي يحدث؟ ترى هل أن الوثنية باتت محظورة؟ هل إن عقلي لا زال سليما؟ لا أدري هل أنا نائم أم يقظ. من الأفضل أن أترك هذا المكان قبل أن أفقد صوابي. عذرا يا سيدي، ما معنى الكنيسة؟ وهل إن الكنيسة هي نفسها الكنيسة مكان عبادة اليهود؟ لا يا أخي، هذه كنيسة وهي محل عبادة المسيحيين. مكان لعبادة المسيحيين؟ ماذا تريد يا أخي؟ معذرة، ما هذا؟ وكيف لا تدري؟ فهل أنت وثني؟ كلا كلا، أردت السؤال فقط.
إنه تمثال سيدنا المسيح وهو مصلوب على الصليب المقدس. الصليب المقدس؟ نعم. تمثال المسيح؟ نعم. كأنك لم ترى حتى الآن الصليب والتمثال المقدس. لا، لم أره من قبل. أشكرك يا أخي. في رعاية الله. أشكرك كثيرا أيها الأب. اصبر يا أخي، تحمل. يا إلهي، أشعر كأني أعرفه جيدا. لا أدري أهم على خطأ أم أنا. عذرا، من أين يمكن شراء مقدار من الخبز؟ من هناك. شكرا جزيلا. أريد خبزا. قل لي، ألم تكن أنت ذلك الشخص الذي سألني اليوم عن اسم هذه المدينة؟ نعم نعم. خذ ما تريد من الخبز. بالتأكيد. اسمع، من الأفضل أن لا ندعه حتى يطلعنا على مكانه. أجل. أيها الغريب، على كم مسكوكة من هذه المسكوكات عثرت؟ ماذا قلت؟ إنه يسألك عن عدد المسكوكات التي وجدتها. لم أفهم ماذا تقولون. أيها الغريب، لا ندري من أي بلدة أنت، ولكن لا تحاول خداعنا. ولما الخداع؟ لا أفهم عن أي شيء تتكلمان. متى عثرت على هذا الكنز وفي أي مكان؟ اسمع يا سيد، أنا لا أفهم أي كنز تقصد، وإن أحببتما خذا هذه المسكوكة ولا أريد أن تعيد لما زاد عن قيمة الخبز. إلى أين تذهب؟ إلى أين؟ اصبر. إلى أين تذهب؟ لا تفكر في الهرب أبدا. دعني أيها الغريب، من الأفضل أن نتفق فيما بيننا. لا تكن طماعا لهذا الحال.
لو علم الجند بالأمر ستفقد الكنز وستدفع غرامة أيضا ولا يساعدك أي أحد. فالأجدر بك أن تتصرف بعقل. لو أعطيتنا ثلث هذا الكنز سنرشدك إلى طريقة لإنفاق ما تبقى منه. ما هذا الكلام الفارغ؟ أجننتما؟ إلى أين؟ توقف، لأنك طماع جدا. لن ندعك تظفر بالكنز لوحدك، لن نتركك. لن ندعك. اذهب. توقف. لن ندعك تهرب. أيها الناس، لقد وجد هذا الرجل كنزا ويريد التهرب من إعطاء الضرائب. لا تدعوه يهرب، يجب أن يرشدنا لمحل حل. نعم، لا تدعوه يهرب، يجب أن يدلنا على مكان الكنز. قل أين الكنز؟ لا تدعوه يهرب. ماذا حدث؟ لقد عثر على كنز ويريد الهرب. أصحيح ما يقول؟ هيا نذهب، هيا. ارجعوا يا الخلف، ارجعوا يا الخلف، ادعوا، ارجعوا يا الخلف. نحن الذين كشفنا أمره، يجب أن تعطونا الجائزة. انظر يا سيدي. دعوه للغد، فأنا متعب. إنها مسكوكة غريبة، انظر يا سيادة القاضي. مع أنني متعب فلا مانع من ذلك. أحضروه. آتوا به. حسنا، قل لي من أين أتيت بهذه المسكوكة؟ إنها تعود لي، ولم أعثر عليها في مكان. لا يبدو من ظاهرك أنك من أصحاب الهزل. هذه المسكوكة غير متداولة في زماننا، فالنقود الآن ليست بهذا الشكل. من أين حصلت على هذه المسكوكة القديمة؟ ليس لدي ما أقوله، سوى أن هذه المسكوكة تعود لي ولم أعثر عليها في أي مكان. اسمع أيها الرجل، إنني مرهق ولا أرغب بالجدال معك، فاعترف من أين جئت بهذه المسكوكة قبل أن أتخذ أي إجراء ضدك. جوابي هو ما قلته قبل قليل، ولو سألتني 1000 مرة لن أجيبك بغيره. سنرى، مع أن الجلد قادر على أخذ الاعتراف منك يا هذا، إلا أنني سأنتظر لحين الانتهاء من التحقيق الدقيق. هذه المسكوكة قديمة، وأعتقد أن بارناباس مستشار سيادة الحاكم تيودوس قادر على تحديد الزمن الذي تعود إليه هذه المسكوكة. اذهب إلى القصر وادعو سيد بارناباس للحضور إلى هنا فورا. سمعا. هادريان، هادريان من أنطونيا، تعود إلى ما قبل 300 عام. 300 عام؟
إن صديقي السيد بارناباس عالم بالتاريخ، ويقول إن هذه المسكوكة تعود إلى ما قبل 300 عام. والآن قل لنا، من أين جئت بها؟ أنا يا سيدي، لو سمحتم لي أن أبدأكم أنا بالسؤال. لقد سألتك أنا أولا. أنا لا أعلم أي شيء ولا جدوى من إجابتي. إن كل شيء ليس في موضعه، كأن الدنيا قد قلبت. يا صاحب الفخامة، هل أنت مسيحي؟ ولماذا تسأل؟ نعم بالطبع، فإنني مسيحي، وقد تم تعميدي في الأيام الأولى من بعد ولادتي، حتى قبل تعميد الإمبراطور نفسه. الإمبراطور؟ وهل إن هادريانوس وديوكليتيانوس اعتنق المسيحية؟ قل لي، عن أي شيء تتحدث أنت؟ فهادريان مات منذ زمن بعيد، ومن هو ديوكليتيانوس الذي ذكرت اسمه؟ ثم من أي مدينة أنت يا رجل؟ من أين جئت بمسكوكة تعود لعهد هادريان؟ أظن أنني من أهل فيلادلفيا، ولكن لعلها ليست فيلادلفيا هذه. والله إنني في حيرة من أمري، ولا أفهم أي شيء مما يجري. فهادريان كان بالأمس في فيلادلفيا، واليوم مات منذ سنوات طويلة. بالأمس كان الجميع وثنيين وكلهم اليوم موحدين. بالأمس كان معبد جانوس وتمثال جوبيتير عند بوابة المدينة، واليوم لا أثر لهما. بالأمس كانت المعابد في كل مكان، واليوم كنائس. يا إلهي، يا إلهي العليم، أنا عبدك المتحير الذي لا يعلم شيئا. أنقذني من حيرتي. حسنا، أتدري نحن في أي عام الآن؟ أعرف ذلك بالتأكيد، يعني أظن أنني أعرف. بالأمس عندما غادرنا المدينة كان عام 890، ولعله لم يكن بالأمس. ففي هذا الوضع ليس هناك شيء ثابت، والله العالم فقط. 890؟ على أي أساس؟ 890 عاما من بعد تأسيس روما. ولادة المسيح سنة 753. 890، 37، 137. 137 ميلادي كانت السنة الأخيرة من حكم هادريان. سيادة القاضي، عندما مات هادريان كانت فيلادلفيا يحكمها شخص يدعى ديوكليتيانوس. أمر عجيب. اسمع يا رجل، إنني لم أفهم بصورة صحيحة ما تريد قوله، ولتكون على بينة من الأمر أقول لك، نحن الآن في عام 437 بعد ميلاد السيد المسيح. وأنت تقول الآن سنة 137. يبدو أنك أخطأت قليلا في التاريخ، بالتحديد 300 عام. 300 عام؟ أتعطينا الحق في عدم تصديقنا لكلامك، ونكرر قولنا بأنك تنسج أوهاما وأكاذيب من أجل الحفاظ على الكنز الذي وجدته؟ فمن الأفضل لك أن تقول الحقيقة، لأننا لن نتركك أبدا. أنا لا أعرف ما هي الحقيقة، لأني
أنا نفسي تائه وحيران. خذوا هذا الرجل واجلدوه كي يتذكر الحقيقة جيدا. أشعر أن وراء هذا الوجه حقيقة مثمرة. أرغب كثيرا في اكتشاف هذه الحقيقة. هادريانوس، هادريانوس. ما هذا؟ لم ألتفت إليها قبل الآن. انظروا، يا للعجب، في البداية كانت هذه الصخور والآن هذا اللوح. لا يمكن قراءة الخط بسهولة لأن اللوح قديم جدا. لعله قديم جدا، ولربما يعلم به صاحب الفخامة ماكسيميليانوس. كنت أعلم بوجود هذا الكهف قبل صاحب الفخامة ماكسيميليانوس، لكني لم أرى هذا اللوح من قبل. هادريان، عرب و ما ماكسي ماكسي، نعم، كل ما فيه هو عنا. في البداية اسمه ماكسيميليانوس، وفي النهاية تلميخة، واسم تلميخة فقط يمكن قراءته. ترى من الذي علقه هنا؟ وإلى أي زمن يعود حتى أصبح باليا هكذا؟ على أي حال فهو يثير القلق. آمل ألا يصيب صاحب الفخامة ماكسيميليانوس أي مكروه. لنرى هل قرر أن يتكلم. حسنا، هل تذكرت شيئا؟ أنا لم أقل سوى الحقيقة، وأكرر ذلك. أنا وأصدقائي خرجنا من المدينة، خرجنا بالأمس أو لعله قبل يومين، في الليلة الماضية عندما كان الإمبراطور هادريان هنا. إلهي، ما الذي فعلته بنا؟ لما خرجت من المدينة مع أصدقائك؟ لأنهم أرادوا قتلنا، لأننا كنا موحدين ورفضنا الإقرار بالعبودية للإمبراطور. وليلة أمس أعطونا فرصة للتوبة، لكننا هربنا من فيلادلفيا ولجأنا للكهف. وجئت اليوم بهذه المسكوكة الوحيدة لأشتري بها طعاما لأصدقائي. أنا ماكسيميليانوس، مستشار ديوكليتيانوس. من أنتم أيها السادة؟ وأين نحن؟ لا تقول ماكسيميليانوس. يا صديقي العزيز، لعل هذا الشخص صادق في كلامه، لعله ذلك الذي استشهد في كهف أنجلوس، ذلك الكهف الذي لم يجر أي أحد على الدخول إليه.
ففي عهد الإمبراطور هادريان وحكومة ديوكليتيانوس لجأ 6 من مستشاري القصر مع راع إلى الكهف وحبسوا هناك إلى أن ماتوا. شهداء كهف أنجلوس؟ نعم. أصحاب الأجساد المخيفة؟ نعم. إني قرأت تفاصيل هذه الحادثة على لوح في خزانة أسرار الإمبراطورية ولا أتذكر أسماءهم جميعا، ولكني متأكد من اسم أحدهم ماكسيميليانوس، والاسم الآخر تلميخا و... ويومانيس وسودينانوس وديمسيوس ومارتينوس وإنطونيوس الراعي. أوه. إله ارحمني برحمتك، فأنا لا أعلم شيئا. أتعني أنك جئت اليوم من الكهف؟ نعم. كهف جبل أنجلوس. نعم نعم نعم. ماذا كنتم تفعلون طوال هذه المدة في الكهف؟ كنا نائمين، ففي الليلة الماضية لم نتمكن من النوم بسبب التعذيب والملاحقة، وفور وصولنا للكهف نمنا، ولم تمضي على استيقاظنا سوى ساعة قلائل. إن هذا الرجل يسخر منا. لا تهذي يا رجل، فليس لدينا وقت. قل من أين جئت بهذه المسكوكة؟ لست أهذي، بل أسمع هذيانا. أجل، أسمع هذيانا. كان الجميع يعرفني في هذه المدينة، وبيتي كان معروفا أيضا، ولكني لا أدري ما الذي حدث الآن. هل تتوقع منا أن نصدق ما تقول؟ لو كنت مكاننا أتصدق ذلك؟ الحق معك، أنا نفسي لا أدري ما الذي علي تصديقه. كفى هذيانا، إنك تريد من وراء إخفاء مكان الكنز الذي عثرت عليه التهرب من دفع الضرائب، ولكن كن مطمئنا من أننا سنجبرك على الاعتراف. خذوه واجلدوه مرة أخرى ليقر بمكان الكنز. هل كان يستحق الجلد حقا؟ إنني لم أفهم شيئا من كلامه، وأنا لا أدري لماذا صدقت كلامه. على كل حال ستتضح الحقيقة، وهذا يعود إليك. أنا لا أدري بالضبط، لكني أردت أن أسمع منه القصة كاملة، ولعل كوني مؤرخا هو الذي حدا بي إلى التدقيق في الأمر أكثر. كفى، فكوا قيده.
قلت إن بيتك معروف بهذه المدينة، هل تستطيع أن تدلنا عليه؟ إن لم يكن قد حل ببيتي ما حل بالمدينة من بلاء. خذه مع هذا الجندي واذهب أينما تشاء. إنني أود أن ترافقنا لو سمحت، أشعر أن القضية هي أهم مما أتصور. حسنا سأرافقك. العربة مع جنديين. إن أسماء الشوارع قد تغيرت بالطبع إن كان قد مضى عليها 300 سنة، أليس كذلك يا سيادة القاضي؟ لا. أتتذكر هذا المكان؟ وهذا المكان أتعرفه؟ كلا، لا أتذكر أيا منها. لا أعرف أيا منها. وهذا المكان؟ أعرف هذا المكان. توقف. من هذا الجانب؟ لا، من ذلك الجانب. لا. لا يمكن ذلك. من الأفضل أن نبدأ من بوابة المدينة، إذ بإمكاني الوصول إلى بيتي من هناك. يا سيد برناباس، أليس من الأفضل أن ننهي هذه اللعبة؟ أصبر قليلا لنرى ما يحدث، إذ ازددت شوقا لهذا الموضوع. حسنا جدا، لا يمكنه رفض طلب كبير مستشاري سيادة الحاكم تيودوس. أشكرك. إذا اركب لنذهب. لنذهب. السيد أريوس بانتظارك. تفضل. السيد أريوس في المكتبة، سأناديه حالا. يا سيد أريوس، لقد جاء الأب فيلوس. تحية طيبة لأريوس الكبير. تحية طيبة للأب فيلوس، تفضل واجلس. سمعت أنك تريد أن تأخذني مرة أخرى إلى الجبل. أريد أن أدخل إلى الكهف. لماذا؟ وهل يجرؤ أحد على الاقتراب من ذلك الكهف؟ ولا أخفي عليك، لقد حاولت مرة الدخول إلى ذلك الكهف، لكن الخوف غلبني وأنا على بعد 100 متر منه حينها تراجعت. أعلم، لكني سأقاوم إذا شاء الرب. يجب أن أرى ما في داخل الكهف، فكيف يمكن أن لا تبلى أجساد 7 أشخاص مع كلبهم رغم مرور 300 سنة عليها؟ هذه آية واضحة لإثبات المعاد، ولدي أفكار ستتحقق بعد مشاهدتهم. كما ترغب، لكنني أقول لك إن كل الأفكار الموجودة في ذهنك ستمحى عند رؤيتهم. يا سيد أريوس، هل هناك شخص بين أقاربك يشبه صاحب هذه الصورة؟ أي يشبه جدك الأكبر؟ كلا، ليس هناك أحد حسب علمي.
عجبا، لقد رأيت اليوم شخصا يشبه إلى حد كبير هذه الصورة. توقف. رغم التغييرات الكثيرة لا زلت أعرفه. أنا أعرف هنا. هذا البيت القديم، إنه بيت السيد أريوس. منفذ دهليز سري. يبدو أن لا شيء هنا. يجب أن يكون كذلك. هذا الدهليز السري الذي هربنا منه، وله منفذ آخر قرب سور المدينة. لست مستعدة. ماذا سأفعل لو لم تكن في البيت زوجة هيلين وأركميد وغالوس؟ يجب أن تتقبل الحقيقة في كل الأحوال. أطرق الباب. أرحمني. نعم تفضلوا. هيلين. ماذا؟ هيلين. من أنت؟ أنا القاضي ستيفنز، وهذا هو السيد بارناباس. وددنا لقاء السيد أريوس. نعم نعم تفضلوا. أرأيت؟ إنها لم تعرفني. كأن الأمر بات حقيقة. ابقوا أنتم هناك. يا جدة. جدة، يريدون لقائك. ما الخبر يا ماري؟ أراك مضطربة، ماذا حدث؟ يا إلهي، أمر لا يصدق. معهم شخص يشبه هذه الصورة تماما. لقد أصبح كالخربة. عجبا. وهنا لم يكن هنا بهذا الشكل. هنا كانت حديقة. نعم لقد تغير المكان.
هناك الكثير ممن يتشابهون يا ابنتي، وهذا لا يثير الاستغراب. لا لا يشبهه فقط، لقد عرفته. وهذا التمثال لم يكن هنا، من جاء به؟ تفضلوا أيها السادة. إنه هو يشبه الصورة. ألم أقل لكم إنني رأيته؟ ألم أقل لكم ذلك؟ حسناً حسناً، اسمح لي أيها الأب فيلوس. تفضلوا أيها السادة، تفضلوا رجاءً، تفضلوا. من هو صاحب هذا البيت؟ معذرة يا سيد أريوس، أرجو أن تجيب عن كل سؤال يسأله، وسأوضح الأمر لك فيما بعد. أنا صاحب هذا البيت. كيف أصبحت صاحب هذا البيت؟ لقد ورثته عن أبي الذي ورثه بدوره عن آبائه. ومن أين جئت بهذه اللوحة؟ إنها تحمل صورتي. صورتك؟ نعم. لا يا سيدي، صحيح أنها تشبهك، إلا أنها تعود لأحد أجدادي يدعى ماكسيميليانوس، وكما ذكرت الروايات فقد استشهد في عهد هادريانوس. وأين استشهد؟ إنه أحد الشهداء السبعة في كهف جبل أنجلوس. نعم، ماكسيميليانوس كبير مستشاري بلاط ديوكليتيانوس. من أنت يا سيد؟ لقد رأيتك اليوم مرتين. أنا نفسي لا أدري. ما الفائدة من قول ذلك؟ من يستطيع أن يصدق في حين أنا نفسي لا أدري من أكون وأين أنا الآن؟ إنني أشك حتى بوجودي. يا إلهي، ما الذي فعلته بنا؟ ألست أنت السيد ماكسيميليانوس؟ ما هذا الكلام يا أب فيلوس؟ رأيت في المنام أن الحياة قد عادت له وكان يتجه نحوي. يا أب فيلوس، هل يمكن للرؤية أن تكون أساساً لإصدار الحكم؟ نحن نبحث عن حقيقة هذا الرجل، هل يكفي شبهه بالصورة ورؤيتك لإقناعنا؟ قلت إنك لست هيلين؟ لا يا سيدي، إنني ماري، وهذا هو جدي. إن لم تكوني أنت هيلين، فأين هي هيلين؟ أين أنتم؟ تعالوا وانقذوني، تعالوا وانقذوني من هذه المعضلة، خلصوني من هذا الضياع والحيرة. لا أدري هل إن ما أراه حقيقة أم لا. قولوني ما الذي حل بكم، أخبروني،
هل إن ما أراه هو كابوس مزعج أم رؤيا جميلة؟ ركبت جالوس، ويا كل الموحدين الذين تركتموني، لقد ضحيت أصحابي من أجل إنقاذكم، فلماذا تركتمونا إذن؟ قولوا هذا ليس واقعا، قولوا إني ما زلت نائما. إنهم يقولون أنكم فارقتم الحياة قبل مئات السنين، فلماذا يتحرق ويتقطع قلبي ألما لكم حتى الآن؟ لقد تركتكم ليلة واحدة فقط، فقولوا لي كيف امتدت ليلة واحدة إلى 300 عام؟ هيلين، أركميد، جالوس، انهضوا انهضوا وانظروا إلى اندثار الآلهة. لقد انتثرت الآلهة وكبيرها. انهضوا وشاهدوا انتصار الله الواحد الأحد وانتصار الموحدين المستضعفين على أصحاب العروش والتيجان. انظروا إلى بقاء هؤلاء وخلود حب المعبود. انظروا إلى تحقق وعد الله وزوال عبادة الأوثان وانتشار نور الإيمان في كل مكان. والآن قولوا لي، هل أنوح على فراقكم؟ هل أنوح؟ أم أفرح وأبتهج بالانتصار؟ بانتصار أخوتي في الدين؟ انظروا كيف أصبحت حيرانا. لقد تحقق ما قاله سيدنا المسيح، لقد تحقق. أتسمعون؟ إن الحقيقة التي كنا نخشى قولها حتى في الخفاء ستعلن يوما أمام الملأ، وما آمنا به في الخلوات سينادى به يوما على رؤوس الأشهاد. لقد قرأت هذه العبارة الموجودة في الإنجيل وتحتها خط، قرأتها لمرات عديدة وحتى الآن لم أفهم معناها بشكل كامل. أنا وضعت ذلك الخط، وأظن أن الحياة عادت لي ولأصدقائي لنفهم معنى هذه العبارة ونشاهد بأعيننا غلبة الحق على الباطل. كيف قرأت إنجيلا هو في بيته؟ من أنت يا سيدي؟ تعال معي يا سيد أريوس. في السابق كان هنا باب حجري. أصحيح ما يقول؟ أجل، من أين علمت بذلك؟ مشعل، أريد مشعل، هنا دهليز سري. ماري آتنا بمشعل. يا سيد أريوس نفذ كل ما يطلبه منك.
اتبعوني اتبعوني. يا سيد أريوس، هل تعلم أن هنا غرفة سرية في هذا الدهليز؟ غرفة سرية؟ إنك لا تعلم بوجودها، لا أحد يعلم بها، فقط أنا وغالوس. رجاء خذ المشعل. مفتاح الباب خلف هذا الحجر. أرجو أن تنتظروا قليلا. بالتأكيد إنكم تجهلون وجود هذه اللوحة. هذه صورة زوجتي هيلين. هيلين زوجة ماكسيميليانوس. تشبهك كثيرا يا ابنتي، أليس كذلك؟ نعم تماما. أمر لا يصدق. أحقا أنك السيد ماكسيميليانوس؟ وهل أصدق أنني حفيدك؟ منذ أن استيقظت من النوم شعرت أن هناك أمرا غير طبيعي قد وقع، ولكني لم أكن أعلم أن هذا الأمر عجيب وبعيد عن التصور إلى هذا الحد. أظن أن حادثة نبي الله عزير قد تكررت مرة أخرى، النبي الذي أراد أن يعرف كيف يحيي الله الموتى، فأماته الله 100 عام ثم بعثه ليبين له كيف يحيي الله الموتى مرة أخرى.
لقد رقدت في ذلك الكهف 300 عام دون أن تعلم. فما الهدف من هذا الرقود يا سيد ماكسيميليانوس؟ كنا نتساءل فيما بيننا دائما، كيف سينصر الله المؤمنين على الظلم والجور والوثنيين، وكيف سيقهر آلهة الكفر والشرك؟ وسمعتهم الآن يقولون: لقد فرضنا ديننا الحق حتى على الإمبراطور، ألا يكفي هذا؟ إذن أنت جدي الأكبر. وهل أنت الرجل الطاعن بالسن حفيدي؟ حقا لا أدري ما الذي حدث، لكنني على يقين من أنك السيد ماكسيميليانوس. لقد رأيتك مرارا في الرؤيا. عجبا، أن هيلين كانت كثيرة الرؤية. ولدي أركني، عزيزتي هيلين، ليتها كانت لترى تفسير رؤياها. لقد مات أركمين قبل 250 عاما. وتوفيت هيلين بعد 20 عاما من غيابك، وهي الآن راقدة عند سفح جبل أنجلوس. عند سفح جبل أنجلوس؟ القبر القريب من الشجرة؟ تلك الشجرة زرعتها ماري عند قبر جدتها. عجبا، فأول مكان رأيته بعد يقظتي كان قبر هيلين. يبدو أن ديوكليتيانوس مات قبل السيدة هيلين. ما كثرة الأحداث التي وقعت خلال رقودنا يا سيد ماكسيميليانوس؟ لقد جلس 40 إمبراطورا على عرش روما من بعد وفاة هادريان، وقبل حوالي 100 عام اعتنق الإمبراطور قسطنطين الدين المسيحي ودون التاريخ استنادا إلى ميلاد السيد المسيح، ولقد انتهت الوثنية ودمرت كل معابدها. أباطرة بتلك العظمة، بهذه السهولة وبهذه السرعة، أثناء مدة من النوم؟ ما أسهل على الله تحقيق أمنيات عباده العظيمة، ما أسهله على الله. إلهي، إن كنا نجزع ولا نصبر فذلك بسبب جهلنا، فاعف عنا. يجب أن أعود إلى الكهف، فأصدقائي جياع وينتظرون عودتي، وعلي أن أخبرهم بما جرى. انتظر قليلا يا سيادة ماكسيميليانوس حتى نخبر الحاكم تيودوس بذلك. تيودوس؟ أجل، حاكم فيلادلفيا. هناك حوادث تجري في هذه المدينة، أظن أنها مرتبطة بيقظتكم. حاولت كثيرا ألا أصدق كلامه، لكنني لم أستطع.
إذ جاء بدلائل وشواهد كثيرة. أنا لا أشك في صحة كلامه، فقد رأينا أشياء لا يمكن إنكارها، وشكله يشبه تماما الصورة الموجودة لماكسيميليانوس. ما هذا الكلام الذي تقوله يا برنباس؟ لو لم أكن أعرفك من قبل لشككت بسلامة عقلك. ولو لم أكن أعرفك من قبل لأجبتك بما يليق بك، فمن المستبعد أن أتكلم بكلام يجعلني موضع استهزاء من قبل الخواص والعوام. أنا على يقين مما أقول، رغم أن ذلك يبدو من المستحيل. هذه آية بينة من عند الرب، إن كانت لها حقيقة فهي بدون شك رحمة منه للجميع لإتمام الحجة علينا. لا أدري ما الذي أصاب عقولكم. هل ستصحو قلوب المرضى أمثال هراكليوس من غفلتها؟ أنا لا أصدق ذلك. بلا شك، إن هذه هي المعجزة التي طلبناها لإثبات إحياء الأموات. إنها نموذج لعودة الأرواح والأجساد، وستزيل كل شك وريبة من نفوس المؤمنين والصادقين بخصوص يوم القيامة يا سيادة الحاكم. وبدون شك هكذا سيحيي الله الموتى. أتمنى أن يكون كذلك. أتسمح لي أن أحضر لك اللوحة الخاصة بشهداء الكهف؟ أكون لك شاكرا. أنا لا أطيق ذلك، إذ لا أدري متى ستنتهي هذه الخرافات. أين عثروا على هذا الشخص؟ سيجعلون منه غدا إلها يركع أمامه تيودوز، وسيجبروننا نحن أيضا على إطاعة هذا القروي. لن يحدث ذلك أبدا. من الذي يثبت صحة قصة شهداء الكهف؟ إنهم مجانين. أراك صامتاً يا سيد ماكسيميليانوس، قل شيئاً. إحساسي بالخجل عقد لساني لعدم قدرتي على شكر كل هذه النعم التي من بها الرب علي. هي من النعم يا سيد ماكسيميليانوس. نعمة التحرر من قيود الزمن، فالزمن ميت بالنسبة لي، ولا يستطيع أن يكون عائقاً أمام صحة تفكيري. ويمكنني الآن أن أدرك بسهولة الحقائق التي مرت عبر التاريخ، والتي ليس من السهل عليكم دركها. من هؤلاء؟ لا أدري، من الأفضل أن نكون معهم لنفهم حقيقة الأمر. حسناً، لنذهب. السيد أريوس ومرافقوه.
تحية لك. تفضل تفضل. تفضل تفضلوا تفضلوا. إذن أنت النعمة التي من الله بها علينا. ليس هو فقط، هناك ستة من أصدقائه في الكهف. وهل استيقظ أصحابك أيضا؟ هل عادوا إلى الحياة؟ نعم لقد استيقظ، ولكن هذا مستحيل. ليس هناك أمر مستحيل على الله يا سيد هيراكليوس، وهذا لا يؤمن به المنكرون. أتصديق خلق السيد هيراكليوس من علاقة أصعب أم الرقود الطويل؟ تصديق أي منهما عسير عليك. ماذا حدث؟ لما أنت ساكت؟ أجب. تحية للسادة. يا سيد ماكسيميليانوس، هل بالإمكان أن تذكر مرة أخرى أسماء أصدقائك؟ يومانيس، سودينانوس، ديميسيوس، تلميخا، مارتينوس، وأنطونيوس الراعي. أجل. انظر، لقد كتبت هنا أسماء أصدقاء السيد ماكسيميليانوس. أمر عجيب، كيف يمكن ذلك؟ كيف بقيتم كل هذه المدة بدون طعام؟ كيف لم تتأثر أجسامكم بالنوم على الصخور طيلة هذه المدة؟ أنا لا أعلم، أن الذي تولى أمرنا أعلم بذلك. لعلهم كانوا موتى وحفظ الله أجسامهم ثم أحياهم مرة أخرى مثل نبي الله عزير. بدل هذا النقاش والبحث، أخبر الناس لكي يطلعوا هم أيضا على هذا الأمر. إن هذه المعجزة ستضع حدا لكل الجدل والنقاش حول المعاد وإلى الأبد. لو كان كل الناس يصدقون المعجزات لما كفر أحد بالأنبياء أبدا. كلامك صحيح بالنسبة للمغرضين، ولكن الباحثين عن الحقيقة ليسوا بقليلين. أنت لا تدري إلى أي حد وصلت وقاحة منكري المعاد، وكم أحرج المؤمنين الموحدين بشبهات مضللة. إن وجودك هنا سيفند ادعاءات المنكرين. أليس من الأفضل أن ندعو أصدقائك ليأتوا للمدينة ليرى كل الناس هنا عودة الحياة لأصحاب الكهف؟ لماذا نأتي بالقديسين إلى هنا؟ ليذهب الناس إلى الكهف ويشاهدوا بأعينهم كيف يحيي الله الموتى، وليروا بأنفسهم نهاية قصة الكهف المرعب. وأبلغ الناس بأننا سنذهب عند الصباح إلى الكهف. ما رأيكم أن نرسل رسولا إلى روما لإطلاع باب الكنيسة على ما جرى هنا؟ نعم هذا ضروري، تولى أنت هذا الأمر. سمعا تفضل. لو يسمح لي سيادة الحاكم تيودوز أن أعود للكهف الليلة. لماذا؟ إن أصدقائي جائعون وقلقون علي، وثانيا أنهم لا يعلمون شيئا عما جرى، ولو شاهدوا توافد الناس فقد يفرون مرعوبين يا سيادة الحاكم. يهربون؟ لما يهربون؟
وهل يخافون من الناس؟ كأنك نسيت أننا هاربون، هاربون من جنود هادريان وديوكليتيانوس. لو لزم الأمر سأرسل معك بضعة فرسان. نكون لك شاكرين إن سأرافقه أنا وماري إلى الكهف. سيحجر النوم أعين سكان فيلاديليفيا هذه الليلة. انطلقوا أنتم وسنكون نحن عند الجبل في الصباح الباكر. حفظكم الرب. شكرا لسيادة الحاكم. لنذهب. أيها الناس اسمعوا وعوا، لقد عادت الحياة إلى شهداء كهف أنجلوس. لقد عادت الحياة إلى شهداء كهف أنجلوس. لقد عادت الحياة إلى شهداء كهف الرقيب. أيها الناس اسمعوا وعوا، لقد عادت الحياة لشهداء كهف جبل أنجلوس. سيادة الحاكم سيذهب للكهف في الصباح الباكر، ومن يريد مرافقته فليكن مستعدا عند الفجر. لقد عادت الحياة للشهداء. لقد عادت الحياة لشهداء كهف الرقيم. آمل ألا يكون قد وقع في مأزق. لو اعتقل سيرجم بالتأكيد. لو دعونا الله له بالخير فسيعود سالما. لقد ذهب عني الشعور، ليته لم يذهب. لا أدري كم نمنا بالأمس بحيث لا نشعر بالنعاس اليوم. عنها، عن جدتي هيلين. هيلين لقد كانت مثالا للتقوى. لم أكن أدرك كلامها في ذلك الحين، ولكن الآن أخذت أدركه. كانت ترى في المنام أنني عدت إلى الحياة، وقد رأتك أنت أيضا في رؤياك. ماذا تفكر يا جدة؟ أفكر في حقيقة وجود. صحيح إنني لم أموت، ولكن كل من كان في زماني قد مات. جئت إلى زمان لا يربطني به شيء. هيلين زوجتي الوفية الطيبة توفيت، وولدي الصغير إركميد مات قبل 250 عام. مات كل الأصدقاء والأعداء، هادريانوس، ديوكليتيانوس، جوليوس، ذهبوا بسهولة وبساطة، ببساطة رقدة واحدة. كم مضت بسرعة عربة الزمن. كل ذلك التشويش والاضطراب والحب والبغضاء والصداقة والعداوة والتعذيب والسجون، كل أولئك الجند والقصور وكل تلك الآلهة. يا لها من سخرية. لقد رضخ الجميع، كل ما أراه هو الاستسلام. لقد قهرت قدرة واحدة كل شيء. لا أحد يملك القدرة على المخالفة والمقاومة. وإن أمعنا النظر على مدى الزمان لوجدنا أن كل أولئك الذين دقوا طبول الحرب مع الله ويعتبر كل واحد منهم نفسه إلها تفتتح الخطب باسمهم،
ما هم إلا مهرجون عابثون يدورون من حيث لا يشعرون حول محور إرادة الله رغم كل مخالفته، وهذا ما كنا نتمنى نحن رؤيته. لم أفهم، ما الذي كنت تتمنى رؤيته؟ كنا نطلب من الله أن يبين لنا تحطم وانهيار القوى الخاوية أمام قدرته الأزلية، وما أجمل ما بين لنا بعد رغدة واحدة. لقد بزغ الفجر ولم تنم لحظة. أنا نهضت لتوي من النوم يا ولدي، لقد نهضت لتوي. من مساوئ العمر الطويل أن الإنسان يرى موت أعزائه. كنت قد أعددت نفسي للموت قبلك، ولم أتصور أنك ستسبقينني إلي. أعلم أنني جئت متأخرا، لكنني لست مقصرا، فأنا تأخرت ليلة واحدة بأمر من مالكي ومتولي الأمور. الليلة التي امتدت لثلاثمائة عام. بالطبع لا فرق بين اليوم والشهر والسنة والمئة سنة والألف سنة. بالنسبة لله تعالى، ثلاثمائة سنة كانت عنده ليلة واحدة، كما أصبحت لي ليلة واحدة بإذنه. الليلة التي تحطم لك فيها حاجز الزمن. عندما استيقظت من النوم كان كل شيء قد تغير سواك. إن ماري تشبهك تماما، وهذا ما جعلني أشعر أنك عشت عمرا طويلا مثلي لتشاهدي كل هذه التغييرات. أتذكرين يا هيلين، في ذلك الزمان كان ذكر اسم الله يعد ذنبا، ولكن الآن ذكر اسم الآلهة الروم يعد ذنبا. وكم كان إخوتنا آنذاك يقاسون أنواع العذاب والشدة، وأي أمن وحرمة يعيشونها الآن. من محاسن العمر الطويل أن يشهد الإنسان انتصار الحق والخير على الشر والباطل. إن الانتشار الواسع والعظيم للدين مع مرور الزمن يوضح كيف يتحقق الوعد الإلهي بنصرة عباده الموحدين. يا سيد ماكسيميليانوس، إن أصدقائك قلقون عليك. أعلم ذلك، ولكن يصعب علي ترك هيلين. لا أدري كيف سأواصل الحياة بدونه وبدون ولد إريك ميت. لا أشك في أن اللطف الإلهي سيشملك مرة أخرى.
لنذهب. ماذا حدث يا كاميتيريو؟ الجند يا أصحاب الفخامة، الجند، تعالوا إلى هنا. أين هم؟ هناك. الجبل ليس محاصراً وعددهم قليل لحسن الحظ، بإمكاننا الهرب من الجهة الأخرى. وما الذي أصاب صاحب الفخامة ماكسيميليانوس؟ انتبهوا هناك، إنه يصعد الجبل. لما لم يلقوا القبض عليه؟ يا صاحب الفخامة ماكسيميليانوس، ما الذي حدث؟ هل أنت بخير؟ لا تقلقوا، لم يحدث شيء. الجنود، الجنود، إنهم وراءك يا صاحب الفخامة. إنهم أصحابنا، لا تقلقوا. حسناً، ليأتي أحد منكم لمساعدتنا. سأذهب أنا يا أصحاب الفخامة. يا صاحب الفخامة، ما معنى هذا؟ أرجو أن لا يكونوا قد لاحقوه للعثور علينا. لعلهم من أصحابنا. كم كنا قلقين عليك يا صاحب الفخامة. أنا أيضا كنت قلقا عليكم. ما الذي حدث يا صاحب الفخامة؟ لماذا تأخرت؟ الحوادث كثيرة، انتظر لحينما نصل لأصحابنا. ساعد، فالصعود صعب بالنسبة له. سمعا وطاعة، لنذهب يا والدي، لنذهب. لا، انتظر قليلا، دعني أستريح قليلا. لا لا، أريد أن أستريح قليلا. حسنا، أعلم أعلم أن لديكم الكثير من الأسئلة، وعندي أنا أيضا أجوبة لها. وما يفعل أولئك الجنود عند سفح الجبل؟ عندهم أصحابنا. أصحابنا؟ نعم، أصحابنا. جاءوا لزيارتنا. أصحابنا؟ أصحابنا؟ نعم، أصحابكم، فلديكم أصحاب كثيرون لا تعلمون بهم. تحية للسيدة هيلين، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ هل قررت الانضمام إلى الفارين؟ لقد عادت السيدة هيلين فتاة، كأن الفرحة والبهجة قد صاحبت السيدة هيلين منذ الأمس. أصعد يا والدي، فهذه الخطوة الأخيرة. وصلنا. حسنا، اجلس. أحسنت يا أبي، وأخيرا وصلت. صعود الجبل وبهذا السن يحتاج إلى إرادة تستحق التقدير. تحية لكم أيها الأعزاء، تحية لكم أيها القديسون، وتحية لك أيضا. أتعني بالقديسين؟ نحن. نعم، أنتم يا أولياء الله، أنتم الذين لا تعلمون بذلك. ماذا تقول السيدة هيلين يا صاحب الفخامة؟ إنها تعي جيدا ما تقول. أنتم الذين تجهلون أنفسكم. لما تتحدث بالألغاز؟ قل لنا ما الأمر. أدخل الكهف لأتحدث معكم، تناولوا أولا بعض الطعام. أنطونيوس، أدخل أنت أيضا. حسنا، اجلسا أنتما هنا، من الأفضل أن نكون لوحدنا.
كيف سيخبرهم ماكسيميليانوس بالأمر؟ لا أدري يا ابنتي. يا لها من معجزة، هل يمكن هذا؟ أمر لا يمكن تصديقه. أيمكن ذلك؟ وهل يقول ذلك صحيح؟ ماذا أقول؟ لا تخدم عليه مسجد. أيمكن ذلك؟ إنهم يهزؤون بكم. هذه معجزة إلهية لسد أفواه المنكرين من أمثالهم. لم نرى شيئا حتى الآن، دعنا نراهم ثم تحدث بمثل هذا الكلام. لو كان صحيحا سأحطم رأسك وسترى. إننا نقترب من الجبل يا سيادة الحاكم، وكافة سكان القرى المجاورة علموا بالأمر وهم الآن يتجهون نحو الجبل. سيتحول أنجلوس قريبا إلى مزار جديد، وسيتوافد الناس غدا من الأماكن البعيدة والقريبة لزيارة هؤلاء الأشخاص الذين يقال عنهم إنهم قديسون. كل شيء ممكن من هؤلاء الجهلة. نعم، إنه جبل أنجلوس. إنني لن أصدق ذلك، ما لم أرى بعيني لن أصدق ذلك. عليك أن لا تصدق، لأنك رجل الأدلة والشهود، فرجل القانون يجب أن يشك بكل شيء.
أترون كيف أكرمنا الله يا أصحابي؟ أيمكننا أن نشكره على كل هذه الألطاف والمنن؟ لقد استجاب دعاءنا في واقع الأمر، فحين كنا نطلب منه الهداية، وحينما كانت قلوبنا مرعوبة من طغيان وجبروت الظالمين، وأخذنا نشك بنصر الله وعونه لنا، ونشكو إليه هذا الظلم والجهل، ظلم الطغاة وجهلهم، أنزل علينا سكينته وأمنه. يجب أن نخبرهم. لا، هناك متسع من الوقت، والناس ما زالوا على مسافة بعيدة. لا تفسدي عليهم خلوتهم، فماكسيميليانوس لديه الكثير من الكلام. شيء لا يصدق. يعني إن الله إلى هذا الحد يولي عباده الضعفاء أمثالنا عنايته ورعايته، ويرينا معجزة كهذه لإنقاذنا؟ أجل، شيء لا يصدق. لقد كان هناك حجاب واحد يحجب الحقيقة عنا، وهو الزمان، فأزاح الله ذلك الحجاب عن أعيننا لكي نرى بأعيننا تحقق وعد الله لنا، وهو انتصار المحرومين. قولي لي يا ابنتي، لما يأتي الناس إلى هنا باعتقادك؟ البعض يأتي ليرى بعينه قدرة خالقه، والبعض الآخر يأتي ليرى بعينه كيف أحيا الله عددا من الموتى، ليقوي إيمانه بالمعاد. ويمكن القول أيضا إن هناك من يأتون لإنكار هذه المعجزة الإلهية أو للتقليل من أهميتها. حسنا، والآن تعالوا معي لأعرفكم على من رافقني. لنذهب. إنهم أناس هذا العصر. اقتربوا أكثر. السيد آريوس حفيدي من الجيل الخامس من بعدي. أهلين، عذرا، ماري حفيدته، وهي من أحفادي أيضا. ماري؟ أتعني أنها ليست السيدة هيلين؟ لا، ليست هي. اسمح لي يا سيد آريوس أن أعرفك على أصدقائي. هذا هو تلميخة: أنطونيوس، يومانيس، مارتينوس، سودينانوس، وديمسيوس، وهذا كلبنا الوفي كاميتيريو. إنني مسرور بلقائكم أيها الأعزة، وأشكر الله الذي وفقنا لزيارة أوليائه الصالحين.
يا سيد أريوس، ونحن نشكرك أيضا ونبتهل إلى الله أن يوفقنا لشكر ألطافه وإحسانه إلينا على هذه النعمة. أنا أيضا مسرورة بلقائكم يا أولياء الله. انظروا إلى الناس، إنهم يملؤون الوادي كطوابير النمل. أين هم؟ هناك في أعلى الجبل. يجب أن نرى أولياء الله عن قرب يا سيادة الحاكم تيودوز. نعم، يجب أن نذهب إليهم مشيا على الأقدام. انظروا أيها الأصحاب، ما أعظم جمعهم. سيادة الحاكم تيودوس قادم أيضا. تحية لكم يا أولياء الله. تحية لك يا سيادة الحاكم. أعرفك على أصحابي: السيد تلميخة، سودينانوس، ديميسيوس، مارتينوس، يومانيس وإنطونيوس. تحية لك، تحية لك، تحية لك، تحية لك، تحية لك، تحية لكم، تحية لكم يا أولياء الله. تحية لك. قفوا مكانكم. ما الأمر؟ لا يتسع المكان لكم جميعا. سيادة الحاكم، كنت أتمنى يوما أن أرى داخل الكهف، أتسمح لي؟ تفضل أيها الأبفيلوس لنذهب. هيراكليوس، Thank you.
كهف أنجلوس المرعب لم يعد مخيفا. عندما كان أصحابه راقدين فيه كان مرعبا، ولما خرجوا منه لم يعد كذلك. هذا الخوف كان حصارا فرضه الله حفاظا عليهم. ستصبح فيلادلفيا قريبا مزارا يقصده مسيحي بقية البلدان، وستصبح كنيسة فيلادلفيا أكثر أهمية من كنيسة روما. ويغدو المطران أشهر مطران في منطقة فيلادلفيا وبمكانة قداسة البابا. هذا هزل يا سيادة الحاكم تيودوز، هزل. من يصدق أن شخصا رقد 300 عام بعد ذلك يموت ثم يعود إلى الحياة ثانية؟ إنها آية إلهية تغلق باب الشك والريبة أمام أمثالك. هذه الحادثة ليست هزلا ولا مزاحا. كان هناك دوما من يرى الحقيقة بعينيه وينكرها. سيادة الحاكم، الحقيقة أمامك، تفضل، الناس ينتظرون. يجب أن يرتدي أولياء الله أفخر الملابس وأجملها. هذه الهدايا لكم يا سيد ماكسيميليانوس. عيدونا يا أولياء الله، عيدونا يا أولياء الله. إنهم يريدون أن تعظوهم، ألا تريد ذلك؟ أنا؟ تفضلوا إلى هناك ليتمكن الناس من مشاهدتكم جيدا. نحمد الله ونشكره على كل هذه النعم وعلى هذه النعمة بالذات. في زمان كنا نعيش بين عبدة الأصنام والكفار، وكانت اجتماعات الموحدين تتم في الخفاء، ولعلكم سمعتم عن مصائب ذلك الزمان. ويجدر بنا أن نعرف قدر وجودنا وسط هذا التجمع العظيم، وأن نشكر الله على ذلك. إنما نراه بعد هذه 300 سنة هو تحقق إرادة الله وانتصار الحق على الباطل. كان المسيحيون يوما على الحق وانتصر هذا الحق وأزاح الباطل وأئمة الكفر. كان هدفنا وهدف المسيحيين الموحدين في ذلك الزمان هو مقارعة أئمة الكفر وإحياء التوحيد. كنا نحارب الأصنام ومن يدعي الألوهية، ولكنني رأيت مع الأسف ظهور انحراف في دين عيسى المسيح، وهذا أمر خطير يدعونا إلى الحذر الشديد واليقظة.
لن يتبع الحق اسما معينا، بل نحن الذين يجب أن نبحث عن الحق دوما. فكروا في عاقبة بني إسرائيل السيئة التي نتجت عن ابتعادهم عن الحق. يا ولي الله، إن كلامك يخالف معتقدات الكثير من المسيحيين. يجب أن ننظر في أنها تخالف أوامر الله أم لا، فبدون شك هناك عالم آخر بعد هذا العالم، سنقف يوما في محكمة العدل الإلهي. وطوبى لمن جاء في ذلك اليوم في زمرة أتباع دين الحق وبعقيدة خالية من كل انحراف وزيغ. يا ولي الله، وهل هناك حياة بعد الموت؟ أو ليست عودة الحياة من جديد إلينا تعد دليلا كافيا على المعاد؟ أو ليس نومكم في الليل موتا واستيقاظكم عند الصباح هو بعث لكم؟ كيف يحيي الله أجسادنا بعد أن تبلى يا ولي الله؟ يحييها الذي أنشأها أول مرة. ثانيا، إن الله القادر على حفظ أجسامنا 300 سنة دون أن يطرأ عليها تغيير، أليس بقادر على إعادة الأجساد البالية إلى حالتها الأولى يا ترى؟ يا أولياء الله، قولوا لنا ما الحكمة من رقود واستيقاظ بعد 300 سنة؟ هناك حكمتان، حكمة لنا وحكمة لكم. فالتي لنا هي أن نرى انتصار قدرة الله على كل ما سواه، والتي لكم هي أن تقووا إيمانكم بالمعاد وتطردوا من قلوبكم الشك والريب. ومن يؤمن بالمعاد ويعتقد بوجود عالم آخر بعد هذا العالم لن يخطو خطوة واحدة بخلاف أوامر الله. أنا أدعو أولياء الله أن يمنوا علينا بقدومهم إلى مدينتنا. أهلا يا أولياء الله، أهلا يا أولياء الله، أهلا يا أولياء. دون شك فإن وجودهم في فيلادلفيا سيضفي عليها رونقا خاصا. ومن اليوم ستكون لكنيسة فيلادلفيا مكانة خاصة بسبب وجود هؤلاء الأولياء، تفوق مكانة كنائس روما بأسرها، وستتوافد أفواج الناس على فيلادلفيا لزيارتهم والتبرك بهم، وسيزدهر البيع والشراء والعمل والتجارة في مدينتنا بشكل كبير. بلى، يكفي فقط أن يأتوا إلى مدينتنا. أترون لهفة الناس إليكم؟ إنهم متعبون، إذ قطعوا المسافة إلى هنا سيرا على الأقدام. أطلب منهم أن يعودوا للمدينة. حسنا، يا أهالي مدينة فيلادلفيا الشرفاء، أرجو منكم أن تعودوا إلى مدينتكم وسنلتحق بكم نحن أيضا. اذهبوا وزينوا المدينة. سيعم الفرح والابتهاج والسرور مدينتنا من اليوم. من الأفضل أن نعود معا إلى القصر ونحتفل بهذه الرحمة الإلهية.
لو يسمح لنا سيادة الحاكم تيودوز فسننطلق بعد ساعة. ولماذا؟ أعتقد أننا بحاجة للاختلاء بعض الوقت لتهيئة أنفسنا ودرك الوضع الحاضر. لعل هذا هو الأفضل، ونحن أيضا ستتاح لنا الفرصة للاستعداد لمراسم الاستقبال كما تطلبون. وسأطلب من الجنود البقاء هنا للحيلولة دون ازدحام الناس. أشكرك. لنذهب. نرجو أن لا يطول انتظارنا، تعالوا بسرعة. أتسمحون لنا بالاختلاء قليلا من الوقت؟ سنبقى في انتظاركم. شكرا. حسنا، تعالوا يا أصحاب. في خلدهم. إنهم يختلفون عنا يا جدة، نحن لن نفهم ما يفهمونه هم أبدا. هذه معجزة عظيمة من الله بها علينا، وحجة أتمها علينا، فلو غفلنا ولم نعرف قدر هذه العناية الخاصة بلا شك ستسلب منا بركة هذه النعمة. نحن لسنا سوى عبيدا ضعفاء خطائين، ولا نرى أننا نستحق كل هذا اللطف والعناية الإلهية، عندما لم يكن الله قد سقانا بكأس لطفه، ولم نكن قد شاهدنا لطفه بهذا الوضوح، ولم نكن قد سمعنا نداء شوقه بهذا الشكل. كنا قد قطعنا كل علائقنا واخترنا التعلق بالله. والآن ماذا نفعل وقد انقطعت كل الأواصر والروابط، ولم يبق لنا أي شيء وأي أحد سوى الله؟ ماذا نفعل؟ ها أنتم ترون بوضوح كيف أن الدنيا أقبلت علينا، فأحدهم يحسبنا ضمانا لدوام حكمه، وثاني يفكر بشهرة بين أساقفة العالم، وثالث يحسبنا سببا لازدهار المدينة، وآخر يرانا سببا لازدهار التجارة. ماذا نفعل كي لا نقع في هذه الفخاخ الدنيوية؟ كان كل أملنا هو الله وحده، وبعد مضي 300 سنة لا نزال في أسر الأرض هذه. يعلم الله أن الدنيا ضيقة مظلمة بالنسبة لنا، إنها مغلقة علينا كالقفص، وليست لي أمنية سوى الخلاص من هذا القفص بأسرع وقت. لا يفصل بيننا وبينك سوى الموت، ولو أزاح الموت هذا الفاصل فإني أقسم بك بأنني مشتاق إلى الموت، وإنني لأشعر بالنفور من العودة مرة أخرى إلى الحياة. إلهي، أنى للصقور التي حلقت في سماء حبك أن تتخذ من الأرض منزلا ومقرا لها،
لقد وقفنا بوجه الآلهة المزيفة للوصول إليك، ولو كنا طوقين للدنيا فإنها كانت مقبلة علينا منذ البداية. كل ما يجري في هذه الدنيا هو معجزة، إلا أننا اعتدنا على بعضها ولم نعتد على الآخر. إنها كذلك، ليتنا كنا نستطيع الانضمام إليهم ونسمع بماذا يحدث بعضهم البعض. انظروا إلى هناك، كاميتيريو. يا للعجب، إنه ميت. يجب أن نخبرهم. يا سيد ماكسيميليانوس، يا جده، لقد مات كيميتيريو. نحن نخاطبكم يا أولياء الله أيها القديسون. يا ماكسيميليانوس، أخاطبك يا جده، لقد مات كيميتيريو. يا سيد ماكسيميليانوس، يا سيد تلميخة، لماذا لا تجيبون؟ يا سادتي، لقد مات كيميتيريو، أنا أخاطبكم. يا سيد ماكسيميليانوس، يا جده، يا سيد ماكسيميليانوس، يا سيد ماكسيميليانوس، أنطونيوس، سودينانوس، لقد ماتوا، لقد ماتوا. لقد ماتوا. لقد مات أصحاب الكهف، لقد مات القديسون، لقد مات أولياء الله. ماذا يقول؟ مات أصحاب الكهف، مات أصحاب الكهف. أسمعتم؟ لنعد. ماذا جرى؟ ما الذي أصاب أولياء الله؟ لقد عادت أرواح أصحاب الكهف إلى الله.
لقد ماتوا يا سيد ثيودوس، لقد ماتوا. عجبا، أبإمكان الإنسان أن يدرك مغزى تدبير الله؟ ماذا نفعل أيها المطران؟ ماذا نفعل؟ أنا أيضا لا أدري. كم هو عجيب هذا اليوم. إنها آيات لا يعلم تفسيرها إلا هو سبحانه. رقود 300 عام ويقظة دامت ليلة واحدة. يا لها من رسالة عظيمة تنطوي في هذه الواقعة. أعدوا لهم 7 قبور في هذا المكان. 8 قبور يا سيادة الحاكم، لقد نسيت الكلب. الكلب؟ أجل، أتصور أنه ليس بأقل من البشر. دعوا الناس يزوروهم قبل أن تقوموا بدفنهم، ولا ينبغي لأحد أن يمسهم. يا سيادة الحاكم، لو تسمح أن نتخذ من هذا المكان مسجدا إكراما لهم وتخليدا لذكراهم. مسجدا لأي شيء يا سيادة الحاكم؟ لا أريد أن أقول إنهم كانوا يكذبون، ولكن ما قالوه لا يرتضيه العقل. ليكن الله هو القاضي في أمرهم. منذ متى أصبح السيد هيراكليوس يعرف الله؟ كانت حادثة وقد انتهت، فلا داعي للمسجد. سدوا مدخل الكهف، عندها تصبح مقبرة لهم جميعا. جعل هذا المكان مسجدا سيجعل الناس يسخرون منا. الناس هم أولئك الذين اجتمعوا عند سفح الجبل، وهم الآن يسخرون منك أنت. إنني أقصد أننا أردنا رؤية عودة الحياة للموتى، وقد رأينا ذلك. لو عاشوا أكثر من هذه المدة لرآهم عدد كبير من الناس. وماذا عن الأجيال اللاحقة، إذ سوف لا يتمكنون من رؤيتهم؟ كل من لا يصدق كلامهم في أي زمان كان لن يصدق بهم حتى لو رآهم. إن بناء معبد لهم سيكفل تخليد ذكراهم يا سيادة الحاكم تيودوز. أيها المطران، آمر بأن يبنوا مسجدا كبيرا لهم على هذا الجبل. لنذهب. لنذهب يا ابنتي، فلا مكان لنا بين هؤلاء القديسين. نعم، إنني أشعر بأننا أفسدنا عليهم خلوتهم. قد انقضى هذا اليوم أيضا، وستشرق الشمس غدا من جديد، وستتكرر قصة الحياة الرتيبة. لقد ذهب الجميع،
إنهم سيتناقلون هذه القصة بلا شك من جيل إلى جيل، وطوبى لمن لم يكتفي بسماعها فحسب، بل يغسل قلبه وروحه بزلالها ويهتدي بها إلى النور.